أهلا وسهلا. قال بيقولوا an apple a day keeps the doctor away، إنه إذا بتاكلوا تفاحة بالنهار الحكيم بيطلع لبرا، مش حكيم قعقع، لا بتشيل الأمراض. والتفاحة في فرق بين الفواكه اللي بتطلع بالجبل والفواكه يلي بتطلع بالساحل. جبلي رفيق مرة خوخ، ما فيني قلكم كل اللي خبرتون، خوختين، خوخة أكلتها هون وخوخة قلت حطيتها بجز ثاني، قلت بدي طعمية إياها من عشية بس يجي مش الحتة تقول له هاي من كفر زبيان، تاري مستوية ومع عسيت ووسخت لي جوا وشو في هيك، بس ضليت لحوستن وكلتن كلهم. كل هيك عمل مني ضايقة هيك خوخ أبدا. بيقوم واحد ابن حمدو سمعني جاب لي، قال لي قلي له لرفيق هيدي أطيب. دقت قلت له ليه بس تروح بدي كبه، هي مش مثل هيديك. قال لي كيف؟ قلت له غير طعم. في سير سر بالأرض، هي خوخ الدب تنينه، كفر زبيان هي العاصمة، كل اللي حواليها عيون السمان وغيرهم يعني فرع من هالبلدية، والناس في منهم بيعيشوا 12 شهر فوق بيتدفوا. يا خي نحن عشنا 1400 بدوما، ما كنا نعرف في غيرها، في أوضة فيها ستوف تنعس بتنام، بيفتحوا اليوم بيغطوك خلصنا. في منطقة بسوريا ما بعرف يمكن بيلسان أو شيء، 6 شهور ما بيطلعوا من البيت، بفوتوا هيك من بيت لبيت من مطبخ لمطبخ كلهم ممونين، ورجال بتلعب بالورق والولاد بالبيت، ما في شيء برا تلج. وما كان بدهم كهرباء، حافظ الأسد قال بده يكون في كهرباء بكل سوريا. قلت له لو ما حطيت كهرباء ما شفنا بعضنا. قالت لي ايه هيدي النتيجة يعني اللي قلنا فيها. شكرا. ورحت لعندهم وأكلت عندهم 16-17 نوع فطاير مني شايفتها بلبنان أبدا. فطاير بحمص نكرة، فطاير فاصوليا، فطاير بكل أنواع الحشيش البري، فطاير بكوسة، ما في شيء يعني فطاير بعد بشعر ما عملوا فطاير. قالت لي نحن نباتيين من معلم كمال جنبلاط وفي منهم ما بيحطوها على النار، شو بتعملوها بالشمس، بس تكون في شمس حد كتير بيعجنوا كل شيء هيك، بيحطوا قماش بيحطوها تستوي. هالقد شوب؟ قالت لي بس بياكلوا كتير سمنة حموية مثل المي عنا، يعني بتسكب لك تنقول مجدرة. طيب أشو هي؟ قالت لها سمنة حموية من عنا. وما حدا ناصح، كلهم سكايكات. ليه؟ لأنهم بيركضوا بيمشوا، هيدا عنده معزة، هيدا عنده بقر، هيدا عنده، بيركضوا بهالحراش. فإذا بدنا نرجع لهالحياة ما في مهرب أبدا. هي الكتاب بإيدي But I love fruits، أنا بحب الفواكه نعم، بس بدك تعرف تاكلها بالموسم، والشجرة هي بتعطيك إياها بتوقعها. إذا أنت بدك تقطفها وتمنتع فيها تتاكلها ما فيك تاكلها، تركها تتوقع، هي بتستوي. أوقات بيبقى فيها وديحة بجيبوا ليها مستوية طلع بلاقي فيها نمل، لك شو هالنملة اللي عرفت إنه هالتفاحة مستوية بخشتها وفاتت قعدت جوا تاكل؟ ما فيني اطلع بقصة لقيت فيها نمل بتركها. أنواع كثير من التفاح، أنا أكلت تفاح بلبنان وما عاد في منه، قال كانوا يجيبوه وقت اللي كنا متحالفين. بعدين رحت على سوريا وأكلته بسوريا، تفاح أبيض صغير اللي تفاح سكري. هل عنا منه بلبنان؟ عنا منه بلبنان. انت عندك منه؟ ما كان في. انا ايامي شفته بسوريا، اكلت تفاح بسوريا هالقد لونه احمر. رفيق انا مني اكل هيك تفاح، قال لي لا منرش ولا شيء، نحن هيدي هون مش 20-30 سنه واكثر. هلا كلنا منرش، أنا ما برش، جاري برش، إجيت. كانوا أهلي يرشوا مية صفوة ويسألوا لي تعد أمك، تعد أمك مية صفوة
يسقونا مية صفوة وبس نروح من ضيعة لضيعة ماشي من دوما عبشعلي بتعرف تمكن عرق دايما في قنينة عرق هذه الأهل البيت بيعملوها وبعدين مية صفوة بيسقوه دايما تطلع من الرميد يعني مية الرميد ما كان في أدوية وما كان في أمراض وهالفقر اللي كنا نسميه فقر أمي تقول نحن شو فقرة كل يوم بيأكلوا لحم ببيروت صار في أنطوبيل وبوسطة يروحوا كل يوم بيأكلوا هيك وبعدين بيعملوا هيك وبيتلفنوا مدري إيش وبيفقسوا هيك وبتضوي الضوء وجابت معها سكر هلا بي هيدا بيضر صار يكبهم افتحوا تمكن ناكل قتلي ما نفتح تبنه لأنه حاطين هيك مربع هي السكر ملكة إنجلترا تقله وامي كان عندها سل وبي صححها بمطموره يعني بطاطا على فشك البقر ولما جينا على بيروت صرنا ناكل مثل اهل بيروت كل يوم لحمه وهيك ماتت عمرها 47 سنه رجع اجى السرطان فاذا ننتبه شو عم ناكل فيك تاكل من كل شيء ذكر وانثى اذا بتعرف الخلطه اذا بتعرف هالوقت باكل فواكه هيدي لا اذا فينا كلنا بعد الساعه 6 انتوا انتبهوا لاولادكم ما بعرف اذا جان بيير هيك الماما عامله رز وبامه وهيك وخلطه بتحط رز ترجع بتحط له البامه فوق الرز لا بده الرز وحده وبياكلون وبعدين البامه وحدهم ما بيحبوا الاكل هالاكل بحب يستطعم بالرز وحده بالبامه لحالها هيك نحن نزعنا اولادنا جربوا الاولاد اعطوهم لحمه فتحت امك هيدي قصبة وحطوا له لي معه وياكل جنن باشا عندهم الفطرة الأولاد صدقون هلا عم يجي أولاد كثير من غير كواكب جون بيير واحد منهم قال له لبيو جيب لي التلسكوب تفرجيك العالم اللي عم بحكي معه بقول له نعم البي قال له دادي هودي اللي عم بتشوفهم ماشي قدام اصحابي انا ادجار كيسي هيك ابن 8 سنين اخترق المجرات وجايب اكل سخن من غير مجرات بس الحبيب محمد وحده اللي قال مثلته بهالمعجزات والخوارق اخترقوا بلا ما تحترقوا بس حتى تتعلموا عرف قولوا الله اكبر في أكبر من هيك وأكبر من هيك وأكبر من هيك بس هالكرة الأرضية نقطة هالقد 50 مليون شمس هالقد بس كرمال بيت الأبيض وبيت بعبدة فإذا اليوم بدنا نقول إحنا مش وحدنا دايما في حدا كان على الصفرة عنا دايما في صحن فاضي يعني حاطين صحن زيادة ما حدا بتعرف مين بيجي الضيف صيح عود عودي هيك كان في كرام تمروا على الفرن على البركة يعطوا طلامة للأولاد ما كان في تنكة زبالة ما نعرف شو زبالة ما في شي بلاستيك ما نعرف كل الخضرة الباقية أم إليا عندها خروف نعطيه لأم إليا بس تعمل قورمة تعطينا مرطبين اليوم بدنا ننقي عند أم رفيق البرغول كلنا نروح عند ام رفيق ننقي برغول نجيب لنا زهورات ونشرب نساعد بعضنا بالمونه شهرين المره ما تنزل عن السطح اليوم مثل ما شفت الدمار الشامل بده يجي وقت ما فيها تنزل تحكي ابنها او بنتها فاذا هالدمار الشامل وقع مذكور بالقران وبالانجيل وبالعلماء اليوم عم تحكيها قد ما فيكم صوموا إذا أنت نباتي صوم 48 ساعة بالأسبوع فيك تصومن على المي إذا كتير عطشت اشرب مي حط جسمه هي كانوا بدني يقتلوها عرفوا أنه في تلفزيون in the Arab world there is a television and there is a woman that speaks about جسمهين too ما فيك تسكروا هالتليفون لا CNN ولا أنتو وهلأ مين بعد عم يشوف تلفزيوني لحي بتضل فرجيكم إياه انت عبد لي تلفزيون قال له للانسان
ممنوع عليك القراءة وتطوير ذاتك. اليوم 5% الختيارية مثلي بيقعدوا على التلفزيون كاوتش بوتيتو بحشوا، الباقي ابن سنتين ثلاثة أفهم مني ومنك، بيعرف كيف يعمل هيك وبينبش اشياء عاملينها ركبوها على العقل الفطري وبيعملوا هاي. ما بدنا مدرسة، المدارس غلط كلها قلبوه هالهرم، امتحان الدرس مش درس وامتحان. تاخذ شهادة من الجامعة الأمريكانية، مين اللي عملها الجامعة الأمريكانية بلبنان؟ وينن البهائيين؟ وين الأحمديين؟ نتمنى تطلعوا على التلفزيون انتوا والبهائيين هون، منغطي الوجه. يعني أنا ما بنساكم، إلين ما حدا بيحترمكم أنا بحترمكم والشباب بتحترمكم هون وكلنا. سامحونا كل شيء عندهم، من المطار لا شو ما بدكم، المدارس اللي بدكم ايه، حطوا الأحمدية اللي بدي أعملهم 12 يوم عندهم، عملتهم بثلاث أيام بس، ما بدهم بحاجة شيء بس الأكل. قلت له بس غيروا أكلكم، هالإحترام لبعضهم، هالخدمة لبعضهم. إذا أنت عندك ضيوف بيجي ناس بيخدموا البيت، كل شيء فيه كلهم بيخدموا بعضهم، انتبهوا شو عم تاكلوا. وأحمد اللي حكي يعني. هو أحمد صار محمد، هو اللي حكي غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم، اتركوا الأكل اللي عم بيتس من برا أب الأم العربية، مثله مثل الأدوية خلاص. وفينا نغير؟ نعم. فينا نغير بالنوايا؟ نعم. إنما الأعمال بالنيات؟ نعم. هالعلم موجود وبلبنان وبسوريا بباب كوثر، هون بلبنان بجبل عامل، روح على بوابة فاطمة وشوف طاقة غريبة بتحسوا فيها. وهون بدي أقولها علنا، كلنا منعرف حاصبية، بس نسيت اسمك. عنده أنا ماني شايفة سرطان هيك، هون جوز بلاك وولناتس بالإنجليزي، جوز أسود. في واحد بالجنوب عم ببيعها ب $500، في واحد بمصر عم ببيعها ب $1,500. مش مشكلة، أنا فيني أشتريها ب $10,000، انقبر ما تساهم مع الشيطان. بحاصبية صدقة، رجع اعطيني تليفونك واسمك واهلا وسهلا فيك، بيعطيك تزرع. ما زال بتطلع بالجنوب وبتطلع بكفر زبيان، جيبوها لونها اسود. انواع كثير من الجوز عندنا بلبنان، لبنان امريكا صغير، في 5 فصول، بتطلع بتعمل سكي وبتنزل بتتسبح. هالجوزه يلي هي سوداء بتشفي هي أربعة 32 ب 32، جوزي وحدة بتاخدها. وفيها طرق هون كيف بتفرقها على جسمك، أكيد بدك تغير أكلك، وأنت بدك تهتم بزراعتها وتقدمها صدقة لغيرك. إذا بتقول ما في الله روح على حصبية بالربيع، بتصير تقول يا الله يا الله يا الله يا الله، مثل حضرموت باليمن. أنا بحضرموت ما بقدر لكم بس صرخ الله 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 شو هيك، وقت اللي طلعوا واحد يهودي على CNN على الهواء قالوا له انت مش مرتاح اكثر، انت يهودي وهون بامريكا؟ قال لهم لا انا بحب ارجع اليمن على الهواء. ليش؟ قال لهم باليمن انا يهودي هون امريكاني. قالوا له كيف؟ قال لهم منعايد بعضنا، منهتم باعياد بعضنا، منساعد بعضنا، مننام عند بعضنا. ما فكرت انا اني يمني هونيك، انا يهودي محترم من كل الطرق والديانات، وهوديك اخوتي وانا اخوته، كلنا ابراهيميين. بهدلهم مسح الارض فيهم رجع اليمن. وهلا في كثير بالعراق بدهم يرجعوا على العراق، رجعوا على لبنان. يعني اذا مش بالعراق نرجع نقعد بامه عرب قد ما فينا. السفاره الامريكيه الكنديه قالت لنا كلهم للرعاية انكم، قلت لها انا بروح على سوريا اذا صار شيء بلبنان. قالت لي وات؟ قلت لها سوريا؟ ايه بروح عند محافظ حلب او محافظ اللدقية عند سعاد واولادها ومراد، يعني مثلنا، يعني شو الفرق؟ على القليل اللي بيحكوا نفس اللغة وايه.
بس ما راح يصير شيء. بلبنان هروب على صغرته، هونيك بصغرته، هالطوان وقع على صغرته، قال له وقع على صغرته، صغرته يقفت الشرقوطه ما بتقع. مهضومين، كل واحد فاتح لهجه على حاله وعنده الله على حسابه. هيدي ما بتلاقوها برا، برا في نظام، في قانون، بس ما في حياه. الدوله مأمنت لك كل شيء. غني، هو الغني ما بقى عنده حلم. الفقير بضل يحلم، بدي اعمل هيك، بدي اعمل هيك، بدي اعمل هيك. بتعرفوه؟ قال له انا شركتي اسمها 99. قال له شو هي 99؟ انا ملك وماني فهمان فيها. قال له اعطيني كيس في 99 دولار او 99 شقفه ذهبيه 99. قال له شفت هيدا اللي شايفه انه مبسوط اكثر منك؟ قال له ايه. راح اعطاه الكيس 99. وين هي المية؟ وبعده عم بفتش على المية. صار مثلك، كل شيء عندك منك مرتاح. وهذا الاسكافي معروف مرتاح، بيعمل صرمية لإله صدقة، وصرمية لعائلته، وصرمية لأم الأرض حذاء. انت شو عم تعمل؟ هو عنده الجزاء والبلاء وكلها والوفاء وأنا بعد بدي أكثر، بعد بدي أكثر، بعد بدي أكثر. يلا يلا، قال له ضلك خذ أرض تتغيب الشمس، يلا يلا انطريني لا تغيبي، يلا الأولاد الأحفاد. طب ومات. فأذن اليوم الطمع والججع والكبد والفحش وكل هذا منشيله بالكتاب. الكتاب خير جليس موجود عنا، ما فيكم في موقع على النيو تي في موجود كل كتب مريم نور، انجليزي عربي، من اول ما طلعت على المحطات. ومهضومين اللي بيضحكوا على مريم، كثير مهضومين كلكم، انه انا باكل هيك انا بهيك. قلت له انا كل درا، يعني اذا ما عندك درا كل حرق، ما مثل بعضهم هي وهي. فاذا ما فيكم تمنعوا الكتب. واليوم كتب اوشو اكثر كتب عم تنباع بالامه العربيه، أنا شفتهم ببيتك قبل ما وصلوا على لبنان. أنا وزير الإعلام وشفت كتب لويز هي وكلهم، وأنت وزير الإعلام قلت لك تعطيني الحرية ما بدي منك شيء. قال لي لا، بس لما طلعت على الجزيرة وعلى دبي وأبو ظبي هبوا العرب وين ما كان. دخيلكم هالمرة خلوه على التلفزيونين، بس ما فينا نقول هي، ما فينا. كلهم بدهم يعيشوا على وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما رح أقول الاسم لأنه بيحطوا له دعاية. أنا ضعفي بإجري، كل واحد عنده وين ضعيف، أنا إجري الضعف. شو ما أكلت تاني يوم الصبح ما فيني أمشي، بصير ما فيني أزعج اللي تحتي، بزعجها بالنهار بس بخاف يكون ابنها نايم الصبح. ضعفي هون، وراس الإجرين لحياء في الحق كمان ينضربوا إجري وهو يلزقوا ببعضه. هالمي يلي هي مي غازية بيجيبوها من فرنسا بقنان إزاز، نعم فيها مادة، أنا جربتها بحالي. وأحلى ما أنا أحكيها وحدة، قلت لها أنت اعمليها وأنت اعمليها ونحن كلنا نباتيين وهيك. قالت لي وحدة انضرب كتفها، قالت لي ما عاد فيني. الثانية قالت لي ظهري الضعف انضرب ظهرها، قلت لها أنا إجري. فيكن تاخذوا مواد ماء غازية، بس مش قبل ما تناموا، مش بعد الظهر، الصبح مثل ما قال الإمام علي عدو. مش غرغرة. وأنا شفتها بعيوني، وأخذنا أولاد من حارة حرايك على هالمنطقة، هون لبقى، هون عكار، بعكار بعكار كان في بركة فيها مي غازية، ناخد أولادنا اللي عندهم أمراض جلدة، تعلبة، أمراض جلدية، بسورياسيس، أبيض أبيض. هون كثير بحب مدري شو، كانوا صغار، هلا الكبار والصغار، ناخذهم ونغسلهم بهالبركه. انا رحت هلا، قال نشفت البركه، لا نشفتوها. بيت المقداد رح يرجع يفتحوها. كيف بتنشفوا بركه فيها ماء مواد هاي للشفا؟ بعدين في مطرح ثاني رفيق،
بينوا عكار ببينوا. وفي مطرح تاني انتوا راي على جبال، كنا ناخذ اولادنا هونيك نغسلهم بهالمي ويصحوا. اجوني شي مطرح شو اسمه؟ يمكن ناخذ اولادنا نغسلهم ويصحوا هونيك مثل المعموديه. انا اخذ اولادنا كثير معنا. وين راحين؟ ليش شلتوها؟ بامر من مين شلتون؟ هو مقامات مقدسه. كان في شيخ نسيت اسمك سمحني بجبال بيروح لعند النصارى قبل ما يروح لعند المسلمين، بشق عليهم كلهم، بيجيب له قران، بيجيب له انجيل، بيجيب له اكل اللي بدكم اياه، اهل دمتنا قبل اهل امتنا، وبيرجع بيجي. وين صاروا ها اهل الاخلاق؟ علمينا بطرابلس، انا شفتها الارمن كانوا ياخذونا كلهم اهل بيي كلهم هونيك في مطرح يغسلوا الاولاد. وكان في شيخ وعنده مسجد يوقف على باب المسجد يتطلع. بيي فوق خيو لبيي هونيك الارمن كلهم. يفوتوا كل الطوائف تحت ويقعد يخبر عن الاكل، عن الشفاء، عن طاقة هيك، ويقول له انت خيي بالارمنية، انت خيي وانت خيي وانت خيي، نحن كلنا اخوه، طلعوا بعينين بعضكم، كل واحد بيشوف الثاني، هيدا مريه وهيدا مريه، بس انا مسلم، انت مسيحي، انت يهودي، انت ارمني، انت هيك، انت هيك. اخر ارمن تركوا من طرابلس كان في احترام. وقت طاف نهر علي ما اجوا الارمن ولا المسلمين، ضلوا هونيك يناموا عند بعضهم. بيي راح تجيب الارمن وهديك راح تجيب، قالوا لا 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 نحن كلنا ارمن هون. شو اللي وصلنا لهالاحتضان اللي نحن فيه؟ حاطينه بالاكل. رح يلور عبيد رح اقراها وشيلها. فيكم تشيلوها كلكم. كل واحد منكم في يشوف ابعد من منخاره، فيك تعرف قبل 9 أشهر قبل ما تموت ب9 أشهر. مثل ما عرف الحبيب انت فيك تعرف. كلنا فينا نعرفه الحين. وراح اقراها بالتفصيل. خلا تصحى فيك العين الثالثة الناصية. منا صعبة أبدا، الحقيقة دايما هي الفطرة وهي خطرة. في طاقة موجودة بين هالعينتين. وهون هو البير لهالمعرفة كلها. انتبه بتزيح من هون ومن هون. مثل ما بتزيح عينيك هيك بالاسلام بنصلي. بتغربون تشرق الشمس من المغيب. بس انت خليك سيد على فكرك. وانت خليك واعي على هالتنين بين عينيك. هودي بوعوها أكتر لهي. ما تجرب انك تزعجها لهالعين اللي عم تتطلع فيها. جرب تاخذ منها هالطاقة حتى اللي بس تطلع بمخارك تشوف أبعد بكتير، وبتشوف وين بدك تموت وكيف بدك تموت. قبل 9 أشهر عرفت إنك بدك تطلع من هالرحم إلى رحم أمنا الأرض، وهيك بتعرف بدك تطلع من رحم أمك الأرض إلى رحمة الرحمن مش أقل. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قد ما فيك هاللحظة مرة مرتين بالنهار طلع براس منخارك. الحمد لله بعدني عم شوفه، بعدني عم شوفه. إذا هلأ أنت عم تطلع براس أنفك منخارك مثل ما عملنا بالإمام علي، وجا واحد قتلك، القاتل والمقتول بالمحاكمة بيتحاكموا. الإمام علي بالجنة، أبو ملجم بجهنم. المهم تقول مثل ما قال أهلا بقاتلي طعموا طعامي ولبسوا ثيابي وأنا ديته. عرف إنه شيل السيارة عن السواق بس. هيدا سيف الإمام علي. إلى علاقة بالأكل؟ نعم. الله يخليكم لتاكلوا خنزير. الخنزير بياكل زبالة الدنيا، اتركوه ياكل زبالة، ذكي كثير وبيفهم، شو بدك فيه؟ ولا تاكل شو اسمها هي؟ لا تاكل الجمبري. القرايديس
مش قرايديس؟ لا تاكلوا قرايديس ابدا، لانه القرايديس خنزير البحر، وهيديك اللي غالية كثير البزر ما تاكلوها لانه غالي ابدا. كثير يانغ بتقتل طاقة الين، طاقة الصعود اللي عندك. قد ما فيكم احترموا الحيوانات كلها، احترموا الطبيعة والشجر مثل ما عمل الحبيب بدعاء الطائف. بدعاء الطائف ما بسترجي لكم شو قالوا عن محمد هونيك، يا حبيب قلبي انت حي قيوم، حي قيوم رحم الشجرة ضربوني إلي، ياخذ الحجرة. بعدين قال له إذا فيني إلي حق أطلب منك طلب واحد، ما تخلي دمي يغضب على الأرض، بركي إخوتي زرعوا ما طلع لهم زرع. مين إخوته يلي عم نراشقه بالحجار؟ بس عرفنا محمد بده يترك جسمه بده يموت، بلشنا نبكي ونصيح، هلا كنا عم نرجمه. دعاء الطائف يا أخوتي مهم كثير، ودعاء السفر. قولوا من وقت لوقت أنتم عم بتناموا. دعاء السفر بكل لحظة في سفر، بس ما منعرف لوين رايحين، بهالدعاء السفر هو العلم يلي عند ستنا عائشة. خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، واحد وصفر.